فلم التكبر ولم التعالي؟ أنسي ذلك الإنسان مما خلق؟ خلق من ماء دافق. نسي الطين كما يقول الشاعر، نسي الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربد، وكسى الخز جسمه فتباهى، وحوى المال كيسه فتمرد. يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد. أنت لا تأكل النضار إذا جعت، ولا تلبس الجمان المنضد. أنت في البردة الموشات مثلي، في كساء الرديم تشقى وتسعد. لك في عالم النهار أمان ورؤى، والظلام فوقك ممتد. إلى آخر ما ذكر صاحب هذه القصيدة. وكما يقول العلامة أبو مسلم رحمه الله تعالى، يقول: أتمرح إن شاهدت نعشا لهالك؟ إليك أكف الحاملين تشير، ستركب ذاك المركب الوعر ساعة إلى حيث سار الأولون تسير. نقي من غبار الأرض بيض ثيابنا، وتلك رفات الهالكين تطير. لي الويل هلا أرعوي عن مهالكي، أما في المنايا واعظ ونذير؟ أما في عويل النائحات مذكر؟ أم النوح حولي والبكاء صفير؟ وكما يقول كذلك العلامة ابن النضر رحمه الله تعالى، يقول: أتأمل بعد شيب الرأس عمرا، ومن آخيته قد مات طرا؟ فما زخرفت للدنيا فدعه، وزخرف للبلا كفنا وقبرا. تظنك خالدا تحصي الليالي، ومر شهورها شهرا فشهرا. فسوف يسوق أشهرهن يوم، يسوق إليك مجزرة ونحرا. فإذا تلك الساعة الرهيبة، يوم يأتي ريب المنون فينتزع هذا الإنسان. فالموت أيها الإخوة يذكر ذلك المتكبر من أنه لم التكبر ولم التعالي.